بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة نجيبكم على سؤال الحلقة الماضية، فماذا حدث بعد قدوم مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين إلى الكوفة؟ وهل قاتل معه أهل الكوفة ونصروه؟ أمر الإمام الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل بالذهاب إلى الكوفة نيابة عنه، ولما وصل إلى الكوفة واستقر في منزل المختار الثقفي وجاء له الكثير من الناس ليؤكدوا رغبتهم في نصرة الإمام الحسين عليه السلام وقتال بني أمية معه، فهم لم يرضوا بأن يكون يزيد خليفة وحاكما على المسلمين. بعدها كتب مسلم رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يبشره فيها بكثرة الأنصار ويطلب منه القدوم إلى الكوفة. سمع يزيد بأن مسلما ذهب للكوفة فعين حاكما جديدا لها يدعى عبيد الله بن زياد حتى يقضي على ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وكان عبيد الله بن زياد رجلا خبيثا فاسدا كافرا، أخذ يراقب مسلم بن عقيل ليقتله. فخرج مسلم بن عقيل من بيت المختار هاربا من جنود عبيد الله بن زياد الذين كانوا يراقبونه، واختبأ في منزل رجل يسمى هانئ بن عروة، وكان معه في البيت رجلا مؤمنا يسمى شريك الأعور. مرض شريك فجاء عبيد الله بن زياد لزيارته في دار هانئ بن عروة. فكر شريك في قتل عبيد الله بن زياد وطلب من مسلم بن عقيل أن يختبئ ويقتل عبيد الله بن زياد وهو غافل، ولكن مسلم بن عقيل لم يفعل ذلك. وخرج عبيد الله بن زياد من منزل هانئ بن عروة، فسأل شريك مسلم بن عقيل لماذا لم تقتل عبيد الله بن زياد؟ فرد عليه مسلم: تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. اعتقل عبيد الله بن زياد هانئ بن عروة والمختار الثقفي ووضعهما في السجن، كما اعتقل الكثير من الناس الذين يحبون أهل البيت عليهم السلام. ضاقت الأمور على مسلم بن عقيل في الكوفة، وبينما كان مسلم يصلي وخلفه الآلاف من الناس والأتباع، أخذ الناس يهربون من المسجد وينسحبون خلفه واحدا تلو الآخر، وما أن انتهى من صلاته والتفت خلفه لم يجد أحدا منهم، لقد تركوه وحيدا فريدا وهربوا خوفا على حياتهم من عبيد الله وجنوده. شعر مسلم بالحيرة ولم يدري إلى أين يذهب، فقد وجد نفسه وحيدا. ظل يمشي ويمشي في طرقات الكوفة، وبعد أن تعب وجلس بالقرب من أحد المنازل فرأته صاحبة المنزل، إنها امرأة عجوز تسمى بطوعة، فسألته طوعة: لماذا تجلس هنا؟ فأجاب مسلم: أشعر بالعطش الشديد. وأحضرت طوعة الماء لمسلم، وبعد شربه طلبت منه أن يبتعد عن منزلها، ولكن مسلم عرفها بنفسه، وحين عرفت بأنه مسلم بن عقيل ونائب الإمام الحسين عليه السلام أدخلته إلى بيتها وأجلسته في إحدى غرف المنزل التي لا تستخدمها، وقدمت له الطعام والشراب. وكان لطوعة ولدا واحدا، لاحظ كثرة دخول أمه لهذه الغرفة، فألح عليها السؤال قائلا: أماه، لماذا تكثرين الدخول والخروج من هذه الغرفة؟ كانت طوعة خائفة من إخبار ولدها بأمر مسلم، ولكن مع إصراره على معرفة الإجابة أخذت منه ميثاقا ووعدا بأن لا يخبر أحدا عن ما ستقوله له. وافق الابن على ذلك ووعد أمه بأنه لن يخبر أحدا، فأخبرته بأن مسلم بن عقيل ضيفا عندها. طمع ابن طوعة في المال وجائزة عبيد الله بن زياد، فأسرع في الصباح وذهب إلى قصر عبيد الله بن زياد وأخبره بأن مسلما في بيته. أرسل عبيد الله بن زياد عددا كبيرا من الجنود لقتال مسلم بن عقيل، فهو يعرف قوة مسلم وشجاعته. ذهب الجنود إلى بيت طوعة لقتل مسلم، فخرج مسلم من البيت لقتال الجنود. اشتد القتال بين مسلم وجنود عبيد الله بن زياد،
قاتل مسلم بشجاعة ليس لها مثيل، فلم يستطع الجنود التغلب عليه لقوته، فطلب قائد الجند مزيدا من الجنود لمساعدته، ولكنهم لم يتمكنوا منه، فأعطوه الأمان ووعدا بأن لا يؤذوه بعد أن أصيب بالكثير من الجراح، ولكنهم غدروا به وقيدوه وأخذوه إلى قصر عبيد الله، فأمر عبيد الله بن زياد بقتل مسلم ورمي جثته من أعلى القصر إلى الأرض، ثم سحب جسده الشريف في أسواق الكوفة. استشهد مسلم بن عقيل بعد أن صلى ركعتين وسلم على الحسين قائلا: اللهم احكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلونا، السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك مني السلام، فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. ولكن هل ذهب الحسين للكوفة؟ وهل نصره أهلها؟ كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطف.